أعلنت الكويت استعدادها لاستضافة أطراف النزاع اليمني شريطة أن يكون ذلك للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة وليس لجولة ماراثونية جديدة من المشاورات كما حدث في العام الماضي. يأتي هذا بالتزامن مع جولة جديدة أخرى للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإحياء عملية السلام في البلاد وللتوصل لهدنة قبل شهر رمضان. من المقرر أن تشمل جولة المبعوث الأممي لقاء مع وفد المتمردين في العاصمة العمانية مسقط.